بقالنا كتير مستنيين يا شيخ. ايه يا كمان؟ ايه يا كمان؟ ايه يا سفينة؟ ملوك الجدعنة، سرية وسفينة يقتحمان استوديو عمرو أديب. كفاية كده، يلا بينا نشوف حصل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة شريف ياسين. اقتحم الفنانان مصطفى شعبان وعمرو سعد استوديو برنامج الحكاية أثناء حديث الإعلامي عمرو أديب بسبب انتظارهما لفترة. بقالنا كتير مستنيين، انت واخد البرنامج لحسابك، يلا لم حاجتك. برنامج لحسابك لا. ليرد عليهم عمرو أديب قائلا: لا مش هنا الكلام ده. وقال الإعلامي عمرو أديب أن أغلب الفنانين يرفضون الظهور مع بعضهم البعض في حلقة واحدة، ولكن وافق مصطفى شعبان وعمرو سعد على الظهور في الحلقة نظرا لوجود حالة من النضج والمحبة والاقتناع بالعمل ونجاحهم نجاح مبهر منذ اليوم الأول لهم. من جهة أخرى، تحدث الفنان مصطفى شعبان عن مسلسل ملوك الجدعنة مشيرا إلى أن المنتج صادق الصباح تحدث معه هاتفيا في فكرة المسلسل، وأنه يرغب في عمل مسلسل عن الأصدقاء على غرار فيلم سلام يا صاحبي، لافتا إلى أن المسلسل يعود لرواية أجنبية عن اثنين من الأصدقاء، مؤكدا أن المسلسل يناقش حالة الصداقة بين اثنين من الشباب ويظهر الأخلاق الموجودة في الحارة الشعبية. وأوضح مصطفى شعبان أن التمثيل مع الفنان عمرو سعد متعة بالنسبة له، معتبرا أن عمرو سعد فنانا حقيقيا وإنسان صادق وواضح، بينما أكد الفنان عمرو سعد أنه استفاد من وجوده مع الفنان مصطفى شعبان، معتبرا أن المسلسل كان مباراة تمثيلية وأن المشاهد بينهم كانت دافعا لتجويد العمل. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أرجو أن يكون كان مفيد ليك، وتابعونا لمزيد من الفيديوهات. كان معكم شريف ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.